مرحبا بحضراتكم في الفقرة الطبية الأخيرة، وكل حلقة بيبقى ملف مختلف. احنا هنتكلم النهاردة في ملف مهم جدا، لأن حاجة احنا بنشعر بيها أو بنمر بيها، يعني خليني أقولها كده، أحيانا احنا بيكون عندنا للأسف الشديد الحل الوحيد لبعض الحالات تحديدا في مشاكل العظام هو التدخل الجراحي، سواء بنتكلم هنا نتيجة لتدهور المشكلة أو تعرض الشخص نفسه يعني لا قدر الله لحادث أليم أدى لذلك. طيب، وفقا للدراسات الحديثة اللي وضحت كمان بأن هنا إعادة التأهيل بعد الجراحة ليها دور كبير جدا في شفاء العضلات والمفاصل، وكلام كتير وتفاصيل أكتر في النقطة اللي أنا اتكلمت بحضراتكم فيها، كل ده هنعرف فيه أو هنتكلم فيه. طب إحنا إزاي من الأول ممكن أن إحنا نحافظ أصلا على صحة المفاصل كمان، وبعد لو لا قدر الله في عملية إزاي برضو أحافظ على المفاصل بتاعتي بعد العمليات أو الحوادث أو إلى آخره. أعتقد ملف في غاية الأهمية، بس هنعرف تفاصيله أكتر والإجابات المختلفة على أسئلتنا من دكتور علاء الدين أحمد المستشار العلمي لشركة باكس فارما. يا صباح الهنا. لا هي مش صباح بقى، اتفقنا تبقى بونجور. بونجور، خلي بالك ده انا بقيت كل حته بقول ايوه خلاص بقينا نمشي نقول بونجور، يبقى نقول بقى صباح الخير اي حد دلوقتي بقول له بونجور. طب صح كده، بونجور عليك الاول وعلى الساده المشاهدين. خلينا بس الاول نقول الهدف الاساسي من الفقره بتاعتنا ان احنا بندي للساده المشاهدين ثقافه غذائيه، ثقافة دوائية، وثقافة صحية. هاي النهاردة يعني احنا في الثقافة الصحية. أيوة، يعني المشاهد بعد ما يطلع من الفقرة يقولك اه والله انا ازاي اتعامل مع جسمي واتعامل ازاي معاه من الناحية العلاجية. بالظبط، حلو جدا. رقم واحد. رقم اتنين، ليه احنا بنتناول الموضوع ده الايام دي؟ لان معروف ان مع فصل الشتاء الام العظم بتزيد وبنشتكي من الام العظام، وحضرتك في سياق حديثك في المقدمة بتقول المفاصل، يبقى لازم الاول نعرف يعني ايه مفاصل. للأسف كمان المشكلة دي موجودة في كل بيت مصري، يعني طبعاً. هتلاقي ما فيش بيت يخلو منه حد عنده مشكلة تقريبا في المفاصل، فيعني أعتقد طبعاً. ملف مهم جدا. طبعا خلينا الأول نقول إن جسم الإنسان من ضمن مكوناته هو الهيكل العظمي، العظام والمفاصل هو التقاء أي عظمتين ببعض، يعني حضرتك عندنا مفصل كتف، مفصل ركبة، أي التقاء عظمتين ببعض دول بيسموهم مفصل، والعظمتين دول بيرتبطوا ببعض عن طريق الأربطة والغضاريف. تمام، والغضاريف دي سبحان الله بتعمل زي مخدات بينهم سائل لزج علشان يمنع احتكاك العظمتين ببعض، وده اللي يوضح لك امتى بتحصل خشونه الركبه مثلا على سبيل المثال، لما السائل ده يبقى مش موجود والغضاريف دي يحصل فيها تاكل، فبنوصل لمرحله اللي هو بيسموه تاكل الغضاريف او خشونه الركبه، وطبعا دي بتبقى الامها مبرحه جدا. اوكي، احنا جينا اتفقنا ان احنا بنتكلم الاول على الهيكل العظمي، يبقى انا محتاج ان انا اعرف ازاي العظم بتاعي يبقى كويس، وخاصة واحنا داخلين على فصل الشتاء. حضرتك هو الأساس في العظم هو فيتامين دي. فيتامين دي. لأن فيتامين دي هو إيه اللي بيعمل؟ هو المسؤول عن ترسيب وامتصاص الكالسيوم في العظام. والعظم بتاعنا أساساً بيتكون من كالسيوم وفسفور. صحيح. يبقى الأول أنا محتاج الأول أظبط فيتامين دي. وحضرتك احنا لو جينا النهارده عملنا تحاليل مثلا للناس اللي في القاعه هنا، هتلاقي 90% من الناس اللي عندهم مشكله في فيتامين دي. ايه ده؟ ليه ده كده باي ديفولت يعني؟ هو بص حضرتك، عادات سيئه غلط. ومعروف ان فيتامين دي هو المصدر الاساسي بتاعه للشمس، كلنا بقينا نقعد في التكييفات ما نتعرضش للشمس فترات طويله. الاكل يعني بتاعنا، هل فعلا الدول اللي هي مفروض ان جوها حار الى حد ما، منها برضو مصر، نقدر نقوله او الشمس فيها كويسه، نقدر نقول كمان شعبها ما بيحصلش على المقدار الكافي من بس اشعه الشمس؟ خاصه لما يجي يتعرض للشمس، يتعرض للشمس امتى؟ يتعرض للشمس الفتره بتاعه الصبح او الفتره بتاعه المغربيه. بس ده ما بيحصلش، طبيعه الحياه بتاعتنا اختلفت، وعشان كده لما بنيجي نعمل تحليل فيتامين دي هتلاقي ان 90% من الناس عندها مشكله في فيتامين دي. بقت بالتبعيه عندها مشكله فين؟ بقى عندها مشكله في العظم. بس كده ده العالم كله بقى، يعني حتى الاجانب كده. لان حتى يعني احنا يعني خلي بالك احنا بنتكلم في مصر، فبالك بقى بره. بالظبط، احنا مصر هنا. فاول حاجه ان انا محتاج اظبط لك فيتامين دي، وبالتبعيه هظبط لك امتصاص الكالسيوم في العظم. صح. يبقى بالتالي انا هحل مشكله العظم، وبالتالي هروح على الغضاريف او المفاصل. خلينا وده الهدف الاساسي النهارده من الحلقه بتاعتنا، ازاي ان انا اخليه يبقى العظم بتاعك كويس والمفاصل بتاعتك كويسه. احنا اتفقنا الاول ان احنا عندنا اول حاجه في الكورس بتاعنا هو ان انا بديك الفيتامين دي بالصوره الصحيه الطبيعيه بتاعته. اول حاجه عندي حاجه اسمها الفيدا بيكس. ايه بقى الفيدا بيكس ده؟ اللي هو عباره عن تركيز، وده اول حاجه في الكورس بتاعنا النهارده. الفيدا بيكس تركيزه عباره عن 2000 انترناشونال يونت، اللي هي الوحده الدوليه، وده اوريدي للجسم بيبقى محتاجها كحاجه وقائيه. يعني انا هنا مش بديك التركيز ده كحاجه علاجيه، انما انت لو عايز تاخده كحاجه علاجيه بديك قرصين مع بعض، انما انت لو عايز تاخده كحاجه وقائيه
بديك قرص واحد في اليوم بيتابكس اللي هو ال 2000 انترناشونال يونت اللي هي الوحده الدوليه. ده وقائيه بمعنى ان انا ما عنديش اي مشكله في المفاصل بس انا باخده، ما عنديش مشكله في العظم، باخد فيتامين دي ولا اي مشكله، ارفع المناعه بتاعتي، ده بحسن الحاله المزاجيه، بيأثر معايا في موضوع الحرق. بس هو هنا فيتامين دي كونسنتريتد قد ايه؟ يعني لو انا اتكلمت في مكمل غذائي تاني 2000 ما بيبقاش بالقدر الكافي، لكن هنا ده كونسنتريتد بالقدر، يعني 2000 انترناشونال يونت ده الكافي لجسم الانسان في اليوم كوقائي. لو انت عايز تاخد كعلاجي ممكن تاخد قرصين مع بعض. أوكي. انت بتاخده كروتين بالنسبه لك، تمام؟ طيب احنا دلوقتي ادينا لك فيتامين دي، عايزين بقى ندي الكالسيوم عشان نقوي العظم. ما انا محتاج فيتامين دي اديته لك، محتاج اقوي العظم. ده اللي موجود في المستحضر الثاني النهارده من مستحضراتنا في الكورس بتاعنا اللي هو كورس العظم اللي هو السيديزي بيكس. ايه بقى السيديزي بيكس ده؟ فيه الكالسيوم، ومش اي تركيز من الكالسيوم ده، فيه الكالسيوم ساتريت. ليه بقى الكالسيوم ساتريت؟ معنى ذلك ان في انواع تانية من الكالسيوم بس الكالسيوم ساتريت مستوه ان هو ما بيتاثرش بالعصاره الحمضيه للانسان اللي بياخده، يعني تركيزه بتاخده بالصوره المثلى بتاعته، وكمان هو ما بيأثرش في معدتك، لان مشكلتنا مع الكالسيوم انه ممكن يدخلك في دور امساك، ممكن يعملك اضطرابات في المعده لو كان يعني لو كان اللي هو زياده. لو هو النوع غير الكالسيوم ساتريت، الكالسيوم ساتريت ده هو اللي مصرح بيه في امريكا واوروبيا، فوق ال 40 سنه بياخدوا الكالسيوم ساتريت، ما بياخدوش الكالسيوم كربونيت، لان الكالسيوم كربونيت مشكلته ان هو ممكن يعمل لي اضطرابات في المعده وممكن يتاثر بالعصاره الحمضيه بتاعه المعده. الكالسيوم كربونيت ده اللي هو متوفر في ايه مثلا؟ لا ما يعني ما في مستحضرات فيها الكالسيوم كربونيت، احنا بنتكلم النهارده عن المستحضر بتاعنا اللي هو الكالسيوم ساتريت. يعني التاني ده مضر اصلا؟ بيأثر في المعده وممكن يتاثر بالمعده. أوكي. انما الكالسيوم ساتريت الفورم بتاعته دي لا تتاثر بالمعده ولا تاثر في المعده، والتركيز بتاعها 1350 مللي جرام. خلي بالك انا يهمني جدا التركيزات، لان انا يهمني انت تاخد كورس متكامل بتركيزات متكامله. يبقى ابتدينا دلوقتي بالفيدا بيكس وابتدينا بالسيد زيد بيكس، يبقى احنا دلوقتي ظبطنا العظم. احنا في بدايه حوارنا كنا المشكله الاساسيه هي مشكله المفاصل، وعلى فكره مشكله المفاصل دي مشكله كبيره، يعني انت لو استنيت وعملت في المفاصل بتاعتك، العمليات الجراحيه مكلفه جدا، انت ممكن نفسك داخل في ارقام فلكيه. فاحنا من الاول بنقول لك لا، تعالى بقى ايه نشوف لك قصه المفاصل دي. احنا اتفقنا المفاصل دي عباره عن ايه؟ عظمتين مرتبطين ببعض باربطه، بينهم غضاريف، بينهم السائل اللزج. يبقى انا محتاج النهارده اديك بقى الحاجه الثالثه اللي هي الجوينت بيكس، ازاي احافظ لك من خلالها على صحه المفاصل والغضاريف. عشان كده بنقول الجوينت بيكس عباره عن 5 في 5. ايه بقى قصه 5 في 5؟ فهمنا بقى. في 5 مكونات وبيعمل 5 حاجات. اوكي، بس انا عندي السؤال قبل ما نخش في ده، احنا الكورس 3 مع بعض ولا اخد واحد لما انا بس عايزه اهتم بالغضاريف، عايزه اهتم بالعظام؟ هقول لك على السؤال ده بس في الاخر خالص. ليه؟ لان هي هتلاقي في الاخر الكورس بقى شرح هو نفسه. اسمه كورس. اوكي، انا عايز احافظ لك على. طيب خلينا في النقطه دي دلوقتي. دلوقتي احنا خلاص، احنا دلوقتي وصلنا لمرحله المفاصل والغضاريف. كويس. وازاي احافظ على المفصل ان انا ما اوصلش للعمليات الجراحيه وتكلفتها العاليه جدا وتاثيرها على الاكتيفيتي بتاعت الشخص نفسه كمان، الحاله الاقتصاديه بتاعته، يعني هو بالاضافه ان هو يدفع مبالغ عاليه ان هو هتاثر كمان في حياته. فانا بقول لك لا، تعالي لي بقى من الاول خالص كده ازاي. وحضرتك بص لو تلاحظ الرسم اللي قدامنا بيشرح ايه بقى اللي بيحصل في حته المفاصل. احنا اتفقنا ان المفصل عباره عن عظمتين مرتبطه ببعض عن طريق الاربطه، بينهم سائل لزج والغضاريف. وجد حضرتك ان المستحضر بتاعنا النهارده عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه اسمها كلوكوزين، كلوكوزين والجنترين، وعندنا حاجه اسمها الهيلوريك اسيد. ايه بقى دول؟ هم دول المسؤولين عن تجديد الاربطه والغضاريف وصحتهم. وسبحان الله تكتشفي ان اوريدي الجسم بيصنع المواد دي، بس مع العادات السيئه الغلط ومع السن او مع الحركات العنيفه او مع الحركات الغلط المواد دي بتقل. فانا محتاج اديها لك في صوره مكمل غذائي. ليه؟ لان انا عايز احافظ على تركيزها اللي يحافظ لك على كفاءه المفصل بتاعك. ده للرياضيين يكون مفيد جدا. ده خلي بالك هو للرياضيين ولكل الناس، لان حضرتك هو الناس اللي بتمشي على المشايه دي بتعاني من خشونه الركبه. لان هو السائل اللزج ده بيقل، اللي هو الهيرونيك اسيد ده اللي هو موجود عندنا على فكره، وموجود عندنا بتركيز 50 مللي جرام. يعني اصلا الحركه كتير حتى في الجيم لما نتكلم دي بتؤثر على الغضاريف وغير بالعكس المفروض ان هي بتبقى يعني الحركه على المشايه. تلاقي الناس معظم الناس اللي بتمشي على المشايه غير اللي بتمشي على التراك، اللي بتمشي على المشايه بعد فتره بيبقى عندها الم في ركبتها. ليه؟ نتيجه ليه؟ لان هو السائل ده قل وممكن يبقى يحصل عنده تاكل في الغضاريف، وبعد كده ممكن نخش في تغيير مفصل. فاحنا بنقوله لا، انت تاخد الكورس بتاع الجوينت ميكس ده كحاجه وقائيه. تمام؟
طيب احنا برضو عندنا من ضمن احنا اتكلمنا ان هو بيعمل خمس حاجات، لان هو خمسه في حاجه. عندنا حاجتين تاني اللي هو الجينجر، والجينجر ده حضرتك اللي هو مستخلص الزنجبيل، اللي هو بيعمل ايه بقى حضرتك؟ ده مضاد للالتهابات، لان من ضمن الاعراض اللي بتيجي مع مفصل الركبه او التهابات الركبه ان هو بيبقى عند العيان ده عنده الم في الركبه، تمام؟ فانا بديله من ضمن المكونات مكونات جوانتابكس، بديله الجينجر ده بيشتغل كمسكن للالام وبيحسن الدوره الدمويه في حته الركبه او في المفصل عموما، فده بيحسن او بيسرع من شفائه. لا عيش الجينجر باخده في شكل ايه؟ هو موجود حضرتك في، ما احنا دلوقتي بنتكلم في الجوينت بيكس. ده من الانجريدينتس من ضمن مكونات الجوينت بيكس، ما احنا اتفقنا ان هو عباره عن خمسه في خمسه. اوكي. بنتكلم على خمس مكونات بيعمل خمس حاجات. احنا دلوقتي اتكلمنا على بناء الغضاريف والاربطه، اتكلمنا على سهوله الحركه، لان عندي المشكله برضو العيان اللي بيعاني من المفصل بيبقى عنده مشكله في الحركه بتاعته، فانا بالجوينت بيكس سهلت له الحركه بتاعته، واتكلمنا على ان هو مضاد للالتهابات عن طريق الجينجر. في حاجه تاني اللي هو البروملين، البروملين ده اللي هو مستحضر الاناناس، بيشتغل حضرتك ايه؟ لان في بعض الاحيان مع الناس اللي بتعاني من التهابات المفصل بيبقى عندها ورم في الحته دي متورمه، فانا بديله هنا عن طريق الجوينت بيكس، من ضمن مكونات الجوينت بيكس اللي هو البروملين بيشتغل مضاد للتورم. يبقى النهارده هو عمل لي خمس حاجات، اعاده البناء الاربطه والغضريف اللي هي مسؤوله اوريدي عن المفصل، الحاجة التانية ان هو بيحسن لي من حركة المفصل، الحاجة التالتة ان هو بيقوي العظم، الحاجة الرابعة بيشتغل كمضاد للتورم اللي بيبقى مصاحب الركبة، الحاجة الخامسة اللي هو مسكن الآلام. حلو جدا. ده الكرسي بتاعنا. حضرتك سألتيني سؤال في الأول خالص، يعني أنا آخد بقى كل حاجة لحاجة؟ لا، هو ما دام بنتكلم على كرسي حضرتك يعني كرسي يعني كله في نفس الوقت؟ حتى لو أنا مش محتاجة أنا بعمل وقاية. احنا اتفقنا الكرسي بتاعنا فيه مستين، هو كرسي وقائي وكرسي علاجي. يعني انت لو عايز تاخده كوقائي، ستات البيوت بتاعنا اللي بتتحرك اللي بتطلع سلم بطريقه غلط، او النرادين اللي بيلعبوا بطريقه معينه بيرفعوا اثقال، دول بديله الكورس ده كرسي وقائي. لا بتبقى كبسوله واحده او حبايه. لا بس ما دام بنتكلم على كرسي يبقى بنتكلم على اكتر من حاجه في نفس الوقت. طب ما نقولها بدل ما نخش على التاني، خلينا في الوقائي دلوقتي. دلوقتي هو الكورس الوقائي ان انا بديك الفيتا بيكس ده، بديهولك قرص بعد الفطار مع القلب مالتيفيت، والقلب مالتيفيت برضه ده معانا، لان هو القلب مالتيفيت لو احنا بنتكلم على تركيز الكالسيوم 1350 فعندي كمان تركيز الكالسيوم في القلب مالتيفيت 70، يبقى انا اديتك هنا ايه؟ جرعه متكامله من الكالسيوم. يبقى حضرتك بتاخد قرص الصبح بعد الفطار من الفيتا بيكس كمصدر لفيتامين دي، والقلب مالتيفيت كمصدر للفيتامينات والمعادن. طيب نيجي بعد الغداء بناخد الكالسيوم اللي هو سيد زيت بيكس عشان اديك التركيز اللي انت محتاجه منين؟ من الكالسيوم، بديهولك بعد الغداء. بنيجي بالليل بناخد قرصين من الجوينت بيكس بعد العشاء. يبقى انا ايه اللي حصل هنا؟ انا اديتك كورس متكامل يحافظ على قوه العظم بتاعتك، وكمان يحافظ على كفاءه المفاصل والغضاريف والاربطه. وده يخليك ما تخشش بقى فين؟ في العمليات الجراحيه اللي احنا ابتدينا بقى الحوار بتاعنا، وما ادراك ما العمليات الجراحيه. طب معلش انا عندي برضو سؤال، لو حد يجي يقول لك طب وانا ما بعانيش من حاجه ليه اخد كل الكورس ده؟ يعني برضو رد حضرتك على ده ايه؟ بص حضرتك، لو انت زي ما حضرتك بتقول، لو انت رياضي او بتمارس رياضه في الجيم، او حضرتك بتطلع السلم بصوره يعني اوفر شويه، حضرتك يستحسن انك تاخد هذا الكورس الوقائي. لو انت عندك مشكله في العظم يبقى بتاخد هذا الكورس الوقائي. على فكره الناس اللي يعني الناس اللي بتعاني من المفاصل هي يقول لك انا حاسس ان الحركه ساعات بتخني. الحركه دي بتخني، خلي بالك انت داخل على مشكله في الغضاريف والاربطه. هو هنا بقت المشكله عنده في الاربطه وفي الغضاريف. يبقى انا بديك النهارده كورس متكامل امبريلا، يعني شمسيه فيها مجموعه متكامله علشان احافظ على كفاءه العظم بتاعك، وعلشان احافظ على متانه وقوه وسلامه المفاصل. حلو جدا. طيب انا هقول ان ده مثلا ممكن يكون ريزونبل قوي او منطقي جدا للناس اللي هي كبار السن شويه، او هنقول من بعد 30 سنه، بلاش كبار السن، لكن الشباب او الاطفال هل الكورس ده بينطبق معاهم برضو؟ يعني الاعمار ايه عشان نبقى فاهمين؟ حلو قوي. خلي بالك الاعمار، احنا فيتامين ده اتفقنا انك مجرد ما تقدر تبلع بتاخد الفيتامين دي، اللي هو خاصه ان الفيتامين ده المفروض يبقى روتيني جدا، لان داخلين ونزلات البرد بتزيد وهو بيقوي المناعه. الكالسيوم لان احنا عندنا اوريدي كلنا مشاكل في الكالسيوم، لان احنا ما بناخدش، يعني حضرتك على سبيل المثال هو حضرتك المفروض انك تاخدي في اليوم اسمها 3 وحدات من اللبن، سواء كان لبن او زبادي، هل ده بيحصل؟ مش ريجولر. مش ريجولر. فانا بقول لك لا، طب ما انا بقى هديك هنا
مكمل غذائي عباره عن كالسيوم، كاني بالظبط اديتك 3 كوبايات لبن او كوبايتين زبادي وكوبايه لبن. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ حاجه روتينيه، تمام؟ طيب نيجي نتكلم على الحاجه الثالثه. الحاجه الثالثه اللي هي ايه؟ اللي هو الجوينت ميكس بتاعنا. الجوينت ميكس بتاعنا، لو انت النهارده بتحس بالم في المفصل بتاعك او حاسس او بتمارس رياضه عنيفه، فهو بيقول لك لا خد بقى الجوينت ميكس ايا كان سنك كحاجه وقائيه. طيب هايل، يعني بنتكلم برضو ان الاعمار الصغيره مفيش مشكله، ده مفيش شيء وقائي، ده فيتامين او مكمل للغذائي. هو ميزه الكورس بتاعنا ان احنا بنتكلم على مصادر طبيعيه. يعني خلي بالك جبنا المصادر الطبيعيه وحطيناها في صوره قرص سهل انك تاخده او صوره كبسوله سهل انك تاخدها. كويس جدا. طيب هنفترض ان حد اوريدي بالفعل عمل عمليه في المفصل مثلا، هل نقدر نقول له برضو انت ممكن بعد العمليه تاخد هذا الكورس؟ يعني حتى لو هو راح لاوحش حاجه وهي الجراحه، نقدر برضو ان احنا نعوض بفكره هنا ان احنا نلجا للكورس ده بعد الجراحه؟ بص خلي بالك، هو ما دام عمل عمليه فهو بيتابع مع طبيب، تمام؟ ولكن انا من خلال مكاني هنا بقول له انت بتاخد قرص قرص امن وعباره عن مكملات غذائيه. ولكن برضه يستحسن ان هو يرجع للطبيب بتاعه. ولكن انا بقول له حاجه كده، بديك حاجات من مكونات طبيعيه فمفيش مشكله انك تاخدها، ولكن يستحسن انك ترجع للطبيب بتاعك. اوكي. طيب ازاي نحصل على هذا الكورس برضه؟ هل متوفر في الصيدليات ولا موجود بس من خلال؟ خلي بال حضرتك، احنا اتكلمنا على الكالسيوم. الكالسيوم موجود في من اكتر من مستشفى، المستشفيات الكبيره كمان. تمام، دي رقم واحد. رقم اثنين، ارقام التليفونات موجوده قدامنا على الشاشه اهي، فسهل قوي انك تتصل بالكول سنتر، وموجود في بعض الصيدليات بيجيبوا لك الكورس لحد عندك. وعلى فكره السعر بتاعه مور ريزنبل بالمقارنه بالحاجات الثانيه اللي هي المستورده، خاصة وإن احنا بنتكلم على تركيبة متفردة مش موجودة في أي مستحضر تاني. وواخد موافقة طبعًا من هيئة السلام. طبعًا احنا ما نطلعش نتكلم إلا لما نبقى واخدين الموافقة بتاعتنا وكل ورقنا من هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصحة والكلام ده كله. رائع جدا دكتور علي، للاسف الوقت بيجري والله. بس احنا يعني قدرنا برضو من خلال الحلقه ان احنا نغطي كل حاجه تقريبا خاصه بهذا الكورس. في حاجه حضرتك عايز تضيفها قبل ما اختم؟ طبعا احنا نتمنى زي ما قلت لك في الاول، احنا الهدف من الفقره بتاعتنا ان احنا بندي ثقافه غذائيه وثقافه طبيه وثقافه دوائيه للمشاهد بتاعنا. نتمنى ان احنا النهارده نكون وفقنا في ان احنا نوصل رساله ونحل مشكله كبيره ومشكله العظام والمفاصل. رائع جدا. احنا على كل حال طبعا مستمرين، وكل حلقه بيبقى فيها ملف مختلف خاص طبعا بالصحة العامة اللي بتفيد حضراتكم. شكرا جدا دكتور علاء، نشوفك ان شاء الله في حلقة جديدة. وبشكر حضراتكم على متابعتنا. اشوفكم انا وكريم اكيد في حلقة جديدة من 10 الصبح في الاهلي. مع السلامة.